أبعد أكثر أقترب، لا أهاب الموج أبدا حين يعلو ويضطرب. سندباد لا يخف سندباد، مهما تكثر الأخطر ويبعد عن بغداد. سندباد ما أقوى في كل البلاد، تاجر منتفع بطل من بغداد. سندباد لا يخف سندباد، مهما تكثر الأخطر ويبعد عن بغداد. سندباد ما أقوى في كل البلاد، تاجر منتفع بطل من بغداد. كان سندباد وياسمينة يتابعان السفر في الصحراء من جديد. كانت عاصفة رملية مرعبة. هي أنت. ها؟ من يناديني؟ تكلم. من يناديني؟ إنني لا أرى أحدا. أين أنت؟ أنا هنا. أين أنت؟ تكلم، إنني لا أراك. أنا هنا. ها. قل لي ماذا تفعل على رأس الشجرة يا ولد؟ جرفتني العاصفة الرملية، أرجوك أن تساعدني. فهمت فهمت، انتظر لحظة. ها؟ التقط. ينجو لا يسقط لا ينجو، هيا سأسقط. هيا بنا هيا. يا نجح. ماذا تفعل؟ ألا تجيد السباحة؟ هاي، هل غرقت في الماء؟ أين أنت؟ أتضحك علي يا هذا؟ لماذا لم تجبني؟ لماذا لم تجبني بأنك كنت تشرب الماء؟ ها؟ شكرا، أنت فتى ذكي، جعلتني أسقط في الماء بواسطة الحبل. طبعا. بالمناسبة ما اسمك؟ سندباد. ما اسمك أنت؟ ها؟ أنا؟ اسمي علي بابا، السيد علي بابا. السيد علي بابا؟ نعم. وبالمناسبة يا سندباد، ها؟ ماذا تريد؟ المكافأة. يا
يجب أن تفعل شيئا لأني أنقذتك. هات المكافأة حالا. مكافأة؟ تريد مالا؟ طبعا. لكن ضيعت أموالي حين ضيعت الجمل في العاصفة الرملية. إذن أنت لا تملك فلسا واحدا. لا، سأعطيك مكافأتك حين أعثر على الجمل، موافق؟ لا توجد طريقة أخرى، لكن سأطلب منك أن تساعدني في أعمالي. ها؟ املأها ماء واحملها حالا. علي بابا، أين الماء؟ كنت تلهو كالعادة. اسكت ولا تعترض قبل أن ترى. من هذا؟ هذا خادمي ابتداء من اليوم. ماذا؟ أنا خادمك؟ سندباد، انقل هذا الماء إلى الداخل وصبه. رهيب، تجعلني هكذا خادما لك. أسرع ولا تتذمر. علي بابا، هل تجرأت وأخبرت هذا الولد شيئا ما عنا؟ لا تقلق من هذه الجهة، لم أخبره شيئا. أنتم في الواقع لصوص. بالقرب من هذا الجمل. هذا الجمل لي. أنا. كيف تثبت أن هذا الجمل لك؟ أنا سافرت برفقة هذا الجمل. أين حمولته؟ وتسأل عن حمولته؟ انسى هذا الموضوع تماما. وحتى إذا كان الجمل لك فهو الآن لنا، فهمت؟ لا، إذن لا فرق بينك وبين اللصوص. اسكت واذهب لعملك. لا، لا تقاوم سندباد. بابا، كما قلت إنهم جماعة من اللصوص. إذن أنت أيضا من أتباع اللصوص. لا تبالغ، أنا مجرد موظف في الوقت الحاضر. لا فرق، النتيجة واحدة. في جميع الأحوال أنا السيد علي بابا، سأتفوق على الزعيم، ومنذ الآن تكون أنت أول أتباعي، فهمت؟ يا أنا لي، أنا لم أقل أبدا أني سأصبح لصا. رجع الزعيم. الزعيم اسمه باسل. توقفوا. علي بابا، سندباد، اتبعاني. لقد احضرتهما اليك. هيا يا سندباد، حي الزعيم. لحظة، هو تابع لي وليس من اتباعكم. ماذا تقول؟ علي بابا، انت دائما رجل مشاغب، اقترب. نعم، انا انوي تكليفك بمهمة كبرى. كنت اتوقع ذلك. اسمع جيدا، حاكم البصرة في طريقه إلى بغداد، وهو يستريح الآن في خيمة في الواحة الشرقية. أريد أن تقترب من الخيمة سرا وتتجسس على عدد الجنود وقيمة الكنوز. حاضر، أترك الأمر لي. لحظة يا علي بابا، كيف تقوم بهذا العمل؟ وماذا لو قبضوا عليك؟
أنت إنسان لا تزال صغيرا فلا تهتم بهم إن رأوك، يمكن أن تدعي أنك ضللت الطريق. مفهوم؟ وأي واحد منكما يحاول الفرار لن أسامحه أبدا. علي بابا لا تخف، سأنفذ المهمة بسهولة. وعليك أن ترجع الليلة بتقرير مفصل، فهم؟ فهمت. هيا بنا يا سندباد. هيا. علي بابا، لماذا التحقت بجماعة كهذه؟ ما الهدف من طرح هذا السؤال؟ أريد فقط أن أستعلم عنك، لست لصة منذ ولادتك. طبعا، من يقدر أن يكون لصة منذ الولادة؟ إذن لماذا؟ لقد ولدت أنا في مدينة بغداد. في بغداد؟ أنا أيضا ولدت هناك. أنت أيضا من هناك؟ لكني لا أتذكر بغداد جيدا. لماذا؟ توفي والداي وأنا طفل صغير، ثم تولى أمري واحد من التجار المتجولين. التجار المتجولين؟ يكفي، هذه قصة سخيفة، انتظر لترى، سأصبح أعظم لص في العالم وأرجع إلى بغداد محملا بالثروات. ياسمينة، إلى أين تذهب؟ أتريد فعلا أن تساعد اللصوص؟ يعني أمر مهش، عندك عصفور يتكلم؟ هذه صديقتي ياسمينة. عظيم، أقدر أن أستفيد منها كمساعدة. أجل، من أنتما؟ عفوك يا سيد، ضللنا الطريق، أيمكن أن نستريح هنا قليلا؟ لا لا، حاكم البصرة في هذه الخيمة، ممنوع الاقتراب. في هذه الحال نحن بهلوانان متجولان، نريد أن نؤدي بعض ألعابنا أمام الحاكم. أنتما وقحان، للمرة الثانية أقول لا، اذهبا من هنا. لحظة، أريد أن أرى ألعابهما، اسمح لهما بالدخول. لكن يا أميرة. ادخلا هيا. أوه أيتها الأميرة الطيبة. مكان جدير بالحاكم، قصر في وسط الصحراء. انظر انظر إلى هذا الفهد المحنط، انظر إليه، فهد حي. النجدة، النجدة. لا تخف، هذا الفهد لا يؤذي إلا الإنسان الشرير. أبي انهض انهض. ماذا هناك يا ابنتي؟ أبي، جاءنا بهلوانان متجولان، أيمكن أن يقدما أمامنا بعض الألعاب؟ بهلوانان متجولان، ماذا سيؤديان؟ ما الحمل، أنا لا أتقن أي لعبة. اترك الأمر لي سيد الحاكم، اللعبة يؤديها هذا العصفور. هذا يبدو عليه أنه طائر عادي من طيور المينا. نعم، ولكن طائر المينا هذا يتكلم بطلاقة تفوق طلاقة الناس. سندباد، ماذا أفعل؟ إذن دع العصفور يقول شيئا أمامنا يا ولد. حالا، هيا يا ياسمينة، هيا قولي شيئا، هيا. لا لا، لن أقدم لكم عرضا، لا لا، لست ثرثارة. غريب، الأمر يدهشني فعلا، إنها تتكلم تماما مثل البشر. سيدي، اعذر هذا الطائر، فمزاجه معكر قليلا هذا اليوم. لا بأس، بعد ضجر طويل شاهدنا أمرا مهما اليوم، أعطيهما مكافأة. حاضر يا أبي. أكاد لا أصدق، أيمكن أن يكون سندباد جادا في مساعدة اللصوص؟ ماذا أفعل أنا؟ رائع، لم أذق طعاما شهيا كهذا من قبل. وأنت يا سندباد؟ طيب جدا. والآن يا علي بابا وسندباد، جاء دوري لأدهشكما. انظرا. ها؟
هذه عين ماء عجيبة. هذه العين تجعلنا نتحمل الحرارة التي نتعرض لها حين نسافر في الصحراء. ماذا؟ أنتم تحملون عين الماء معكم؟ طبعا، وأبي يعتز بها كثيرا. تعال يا معي لأريكما كيف تعمل. رأيتما الآن؟ طريقة فريدة من نوعها. حقا الحاكم يعيش حياة جميلة. علي بابا؟ نعم. علي بابا، أتنوي فعلا أن تسهل عملية الهجوم على هذا المكان؟ غاب الأمر كله عن ذاكرتي. شكرا لأنك ذكرتني بهذا الموضوع. لم أقصد هذا، الحاكم ذاهب إلى بغداد. إذا ساعدنا اللصوص عليه لن يعود في إمكاننا الرجوع إلى الوطن أبدا. هل تفهم ماذا أعني؟ لكن يجب أن أقدم تقريرا إلى الزعيم. هذه فرصة مناسبة كي تفلت من عصابة اللصوص. لا أستطيع، إذا فعلت شيئا كهذا سيلاحقونني ويلاحقونك. هذه مشكلة. لا بأس يا سندباد، أهرب أنت الآن وأنا أرتب الأمر معهم فيما بعد. لكن أنت؟ لا تخف، أهرب الآن، أنا ذاهب لأقدم تقريري إلى الزعيم. هيا أسرع في الفرار يا سندباد، أسرع دون أن أراك. أليس كذلك؟ يسرني أن أسمع منك هذا الكلام، أنت قلق علي. ولكن ماذا أفعل؟ إذا أزعجته الآن سيقتلونه. على كل حال سأذهب وأرى كيف أحواله. أعتمد عليك يا ياسمينة. ماذا؟ سندباد هرب منك؟ نعم، هرب هذا الجبان الحقير. ثم أيها الزعيم، لا فائدة من مهاجمة خيمة ذلك الحاكم، هناك المئات من الجنود ولم أجد أي كنوز تستحق العناء. أنت يا علي بابا تكذب علي. ها؟ الحاكم ينتظر وصول ابنته الثانية مع عدد من الجنود، ولا يمكن أن تكون رأيت جنودا بكثرة. هيا قيدوا. غبي غبي، تحاول أن تخدعني؟ أنا زعيم اللصوص. هيا يا رفاق استعدوا للهجوم. أنت مت هنا جوعا. الحمد لله عثرت عليه أخيرا. مسكين بدأ يفقد وعيه، سأخذ قيوده فورا. أحسنت التصرف حين أخبرتني كل شيء. سيدي أرجوك أن تسامح علي بابا، ليس بطبيعته شريرا. فهمت قصدك، ولكن كيف نردع عصابة اللصوص هذه؟ يا سندباد يا إلهي، اللصوص يذهبون إلى هنا. ماذا؟ سيدي عندي فكرة، سيهاجمون هذه الخيمة طبعا، لذلك أرجوكم أن تنصبوا خيمة أخرى. كما تريد، سأترك الأمر لك. حاضران، حين يصل اللصوص تفعلان ما قلته لكما. أأمر. وأنت أيضا ضاعف جهودك. هجوم. Hold on!
يا خان. لحظة. يا ويلهم. سندباد، بفضلك يمكن أن نتابع الرحلة بأمان. أشكرك من كل قلبي. بل أنا أشكرك، استرجعت جملي. أرجو أذكرني أمام حاكم بغداد. أتمنى لكم رحلة سعيدة. إلى اللقاء يا سندباد. إلى اللقاء. إلى أين أنت ذاهب؟ بدأت أستلطفك نوعا ما، لذلك قررت أن أذهب معك. كنت أتمنى أن تصبح أعظم لص في العالم. قرفت من قصص اللصوص، الآن أريد أن أحقق أرباحا كثيرة مع سندباد. وفي النهاية أصبح سندباد وعلي بابا أفضل صديقين، وتابعا معا الرحلة بانتظار مغامرة جديدة. فأية أحداث تنتظر الاثنين على الدرب؟ يحضر سندباد وياسمينة خروج الطائر الصغير من البيضة ويسميانه صخر، ولكن ماذا يحدث عندما تأتي أمه العنقاء؟ شاهدوا هذه المغامرة الجديدة من مغامرات سندباد في الحلقة القادمة.